ما حيرتي في يوم نشر صحيفتي وقرئي لصغيرتي وقرئي لكبيرتي فواء سفاه على ما جرى يا حسرتي. يا ربي ما لي سواك إذا ما أدرجت في الكفن، ومن أنيسي إذا ما أفردت عن خولي. أن لي شفيع مشفع في جرمي وفي زللي، فلا تلمني على المنقوص من عملي. صلاة وسلاما على إمام المجاهدين وصفوة الخلق أجمعين، الذي قرأ قول الله تعالى في يوم من الأيام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إليه قائلا: يا محمد، وعزتي وجلالي، لن أخزيك في أمتك يوم العرض علي. توسل إليه موسى فقال: رب اشرح لي صدري. أما الحبيب فقال له ربه: ألم نشرح لك صدرك. توسل إليه موسى فقال: وعجلت إليك ربي لترضى. أما الحبيب فقال له ربه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلاة وسلاما على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى أصحابه وعلى أحبابه، أخص منهم سيدنا عبد الله بن مسعود الذي قرأ قول الله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فقال: يا رسول الله، هل لذلك من علامات؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أن تتجافى جنوبهم عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. وقال سيدنا داود عليه السلام: يا رب، متى تتولى العباد؟ فقال: إذا حسنت نية العباد. وقال سيدنا داود عليه السلام: يا رب، متى تتولى العباد؟ قال: إذا حسنت نية العباد. فأجمل شيء أن تحسن النية لله تبارك وتعالى. وتليمان والإسلام خاطب ربي حبيبه فقال: يا محمد، الجنة تشتاق إلى ثلاث: إليك أنت، وإلى صاحبيك أبي بكر وعمر، وإلى حامل القرآن الكريم. فمع واحد ممن تشتاق إليه الجنة، فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية لسعيها راضية في جنة تسمع فيها لاغية فيها عين فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة الله أكبر فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونا
مصفوفة فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر
فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر
جمع في العلم يا شيخ محمود، ربنا يزيدك مني ثاني بقى جواب. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا ذلك قسم لذي حلم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول
بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء تذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى